إن الدفاع عن سوريا الموحدة وعن الشعب السوري فرض عين على جميع أبناء شعبنا. لم يجد معارضون السوريون ما يصفون به هذا البيان إلا بأنه إعلان للجهاد من قبل النظام السوري. يعتبر بيان المجلس الأعلى للإفتاء القتال إلى جانب القوات الحكومية واجباً شرعياً والقتال ضدها خيانة، ويدعو السوريين وأبناء الأمتين العربية والإسلامية للالتحاق بمعركة يطفي عليها طابع القداسة. الله أكبر. ظل النظام السوري يفخر طويلاً بأنه علماني، لا بل المعقل الأخير للعلمانية في المنطقة كما قال الرئيس السوري قبل أيام، وظل يتهم معارضيه بالطائفية وتبني أجندات متطرفة، لكنه اليوم يستحضر خطاباً دينياً يتوسل لغة الجهاد والجهاديين الذين يقول إنه يحاربهم منذ نحو عامين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الجهاد واجب عليكم خلف كل أمير، براً كان أو فاجراً، وإن هو عمل الكبائر. لدمشق أسبابها ومبرراتها في هذه الخطوة، فهي ترى أن من حقها وواجبها حث السوريين بكل الوسائل على الانضمام إلى القوات الحكومية في وجه ما تقول إنه مخطط يستهدف وحدة البلاد ونظامها. لكن المعارضة ترى في إعلان نفير ديني عام على هذا الشكل مؤشراً على أوضاع صعبة يكابدها النظام دفعته إلى خطوة من هذا النوع. تقول الأنباء إن المعارضة السورية تحقق تقدماً على الأرض على أكثر من جبهة، وإن النظام بات يقاتل بشكل أساسي في مناطق محددة يعتبرها معاقل له بسبب نقص في أعداد الجنود وشكوك في ولاء أعداد أخرى، فضلاً عن تقارير لا يمكن التأكد من مصداقيتها عن تخلف أعداد من السوريين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ما يستدعي ربما حثهم على ذلك بوسائل أخرى. وبغض النظر عن الأسباب والدوافع وراء صدور الفتوى، لا يعرف بعد حجم التجاوب الذي ستلقاه من قبل السوريين، خصوصاً أنها صادرة عن مؤسسة دينية مرتبطة بالسلطة، وواضح أنها موجهة إلى الأكثرية السنية التي دفعت العبء الأكبر من فاتورة الصراع الباهظة. وائل تميمي، BBC.